طبعا الحكومه ممثله في القطاع ستتخذ التدابير المطلوبه كامله ياك هاي العمليه تتم في احسن الظروف من الناحيه اللوجستيه والماديه والتنظيميه والاعلاميه، ياك هاي المواطنين نوخذهم من الظروف السيئه اللي هم موجودين فيها حالا، وبذيك الطريقه لي كلهم ليتملك قطاع ارضيه خاصه فيه في مكان فيه الخدمات الاساسيه كامله. واحنا هون نعتبره لنا مجدين، لانه كان غالبا اللي تم كانوا الناس ينتقلوا شارع بليدات ما هي مؤهله بوسائل الحياه ويتعرضوا لياسر من المشاكل. هون نختار نقول على انه ملي ياكل تسهيل حياه المواطنين اللي هي تم في القريب العاجل ملي تخصيص قطع ارضيه للاستثمار ياكل الناس اللي يمارسوا اللي هم الامور اللي متعلقه بحياه المواطنين يبدأوا يشتغلوا فيها حالا، كيف صيدليات، كيف المتاجر، كيف دبوات بريك، كيف مختلف الامور اللي لابد منها للحياه اليوميه للمواطنين، منين يفوت المواطنين.